السلام عليكم تلاميذ سنة خامسة ابتدائي، معكم الأستاذة ياسمين، وإن شاء الله الدرس تاعنا اليوم في اللغة الفرنسية. راح نكملوا بقية الدروس اللي درتها لكم، وبيان سور راني قلت لكم درت لكم بلاي ليست خصوصي للسنة الخامسة ابتدائي اللي ندير فيها دروس. بيان سور دروس راح تكون ملخصة هكذا باش التلميذ يقدر يحكم كايي ويكتب دروس هذيك الملخصة، وبيان سور راح نفهمتها لكم تري تري بيان، وراح نزيد نفهم لكم كذلك دروس اخرى اللي راح تشوفوها ان شاء الله في الفصل الاول. كذلك ابنائي وليت نحل لكم فروض في اللغه العربيه، فروض في اللغه الفرنسيه، وكذلك فروض في الرياضيات اللي كذلك راح تشوفوها ان شاء الله في الفصل الاول. الدرس تاعنا تاع نهار اليوم راح يكون لافخاز نيجاتيف. دونك ابنائي لافخاز نيجاتيف باش نفهمها لكم باللغه العربيه، هي لافخاز نيجاتيف نقولوا لافخاز هي جمله، نيجاتيف معناتها سلبيه، دونك معناتها الجمله السلبيه اللي هنا كيما راكم تلاحظوا درت عكس. دونك العكس تاع لافخاز نيجاتيف نسموها لافخاز ولا لا فورم افيرماتيف. دونك العكس تاعها وحده سلبيه وحده ايجابيه. الدرس تاعنا ماشي يكون على هذه، راح يكون على هذه، داكوغ. دونك الدرس تاعنا تاع اليوم سي غرامير اللي راح يكون لافخاز نيجاتيف. القاعده اللي راح نعطيكم اليوم ان شاء الله ابنائي ولا حتى اولياء التلاميذ اللي راهم يشوفوا فينا، مستحيل راح تقدروا تغلطوا فيها. دونك راح نعطيكم قاعده ما تزيدوش تغلطوا كاع عيتك في لا فخاز ولا لا فورم نيجاتيف. يلا نلاحظوا مع بعض باش انا تكون عندي فخاز نيجاتيف. اول شيء نبدا به ابنائي هو لو سوجي. لو سوجي واش قلت لكم باللغه العربيه معناتها فاعل، متفاهمين عليها فاعل. يلا نشوفوا واش نحط مورا السوجي واش نحط مور الفاعل. نحطو نو معناتها النفي لا، داكوغ. يلا مع بعض، اول شيء سوجي، موراه سوسوا، مور ما نكمل سوجي نكتب نو. واش نحط كذلك مور نو؟ لو فيرب. ابنائي نحطو لو فيرب. دونك يلا مع بعض، وشنو هو لو فيرب؟ فهمتكم، هو الفعل. يلا نعاودو مع بعض، اول شيء نحط لو سوجي، ثاني شيء نحط نو، ثالث شيء نحط لو فيرب تاعي اللي هو الفعل، ورابع شيء شوفوا لهنا انا واش حطيت لكم اربع نقاط. انتوما لهنا سوا تخيروا واش تحبوا، مثلا اللي يخير لي با، ولا واحد اخر يخير جامي، ولا واحد اخر يخير بلو، ولا واحد اخرى تلميذه واحد اخرى تخير غيا، كاع صحيح. حذاري، اذا قيدتكم الاستاذه في التمرين ولا في الاسئله تاعها قيدتكم بواحد من هذا، ما راحش نروح نحط من راسي. بيان سور اذا قالت لنا الاستاذه مثلا حول لي ترانسفورم سي فراز على فورم نيجاتيف مثلا باستعمال با، راح نحط لها با. اذا قالت لي باستعمال جامي نحط لها جامي، اذا قالت باستعمال بلو نحط لها بلو، بيان سور اذا قالت لنا باستعمال غيا نحط غيا. دونك يلا با كذلك معناتها لا، جامي معناتها ابدا، بلو جوغ ما نزيدش، جامي جوغ بخاس كيما جامي جوغ ماحش نزيد، غيا كذلك والو معناتها كيما كي بخاس كيما جامي. دونك يلا مع بعض ابنائي نعاودو، نحط لو سوجي تاعي، ومن بعد نحط النو، ومن بعد نحط لو فيرب تاعي اللي معناتها الفعل، ومن بعد رابع شيء نحط واحد من هادو. حذاري قلت لكم ما تحطوليش، دونك سوا نحط با ولا نحط جامي ولا نحط بلو ولا غيان، واذا قيدتني الاستاذه نحط واش قالت لي الاستاذه. واخر شيء ابنائي لو كومبليمون اللي هو مثلا نقولوا المفعول به راح يكون خامس شيء. نعاود لكم هذه القاعدة، إذا طبقتوها مستحيل 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 من سبع المستحيلات تزيدوا تغلطوا في لا فورم نيجاتيف. يلا هنعاودوا مع بعض، نحط الفاعل تاعي لو سوجي، ومن بعد نحط نو، ومن بعد نحط لو فيرب تاعي اللي هو الفعل، ومن بعد نحط وحدة من هادو با ولا جامي ولا بلو ولا غيان، ونكمل الجملة تاعي لو كومبليمون معناتها بقية الجملة. متفاهمين عليها ابنائي؟ خمس خطوات ما تغلطوش فيهم. يلا نشوفوا ان اكزرسيس باش هكذا نعمقوا الفهم تاعنا. الاكزرسيس تاعنا واش يقول؟ ترانسفورم سي فراز على فورم نيجاتيف. داكوغ، دونك انا لهنا عطيت لكم 4 فراز. بيان سور لا بروميير فراز راح نستعمل فيها با، لا دوزيام جامي، لا ترويزيام بلو، اي لا ديرنيير راح نستعمل فيها غيان، باش هكذا تشوفوا كيفاش يجوا كاع الحالات. يلا نشوفوا لي فراز تاعنا. انا قالت لي الاستاذه ام عندك دي فراز نورمال وحوليهم لي
اي الى دي فراز سلبيين ولا فراز نيجاتيف باستعمال القاعده اللي عطيت لكم. يلا نشوفوا لا بروميير فراز واش تقول. ادل اوفر سون كارتابل، معناتها عادل فتح محفظته. متفاهمين عليها؟ هذه بالنسبه للجمله الاولى. الجمله الثانيه واش تقول؟ نو سوم فاتيغي، نحن متعبون. يلا نشوف كيفاش نقول نحن لسنا متعبون. متفاهمين؟ يلا نشوفوا لا ترويزيام فراز. تقول tu as mal aux dents، عندك الم في الاسنان، انت لديك الم في الاسنان. يلا نشوفوا كيفاش نقولوها بلا فورم نيجاتيف، انت ليس لديك الم في الاسنان. ولا ديرنيير فراز تقولنا le facteur est arrivé pardon. دونك نديرو لاكور، le facteur est arrivé. دونك وشو معناتها le facteur est arrivé؟ معناتها ساعي البريد قادم. يلا نشوفوا كيفاش نقولوا ساعي البريد غير قادم. داكوغ ابنائي، كيما نوصيكم دائما سيو حبسوا الفيديو 5 دقائق وشوفوا كيفاش كل جمله نحولوها باستخدام القاعده تاعنا اللي قلت لكم لو كان تستخدموها مستحيل تزيدوا تغلطوا. يلا ابنائي سيو نحلوا التمرين تاعنا جمله بجمله، فراز با فراز. يلا نشوفوا، يقولنا ليكزيرسيس ترانسفورم سي فراز على فورم نيجاتيف، عطاني فراز على فورم افيرماتيف معناتها برسك تقدروا تقولوا ايجابيه عاديه، وقال لي حوليها الى فراز نيجاتيف سلبيه. يلا نشوفوا لا فراز الاولى، قلنا ادل اوفر سون كارتاب معناتها عادل يفتح محفظته. كيفاش نقول عادل لا يفتح محفظته؟ لاحظوا لي مليح تلاميذي، نقولوا نحكموا باردون يا اخي واش قلنا؟ نحكموا بروميير شوز سوجي، نحكم سوجي كيما راهو نحطو. عندي عادل هو لو سوجي الفاعل تاعي نحطو، عادل نحط. واش قلنا لا دوزيام شوز واش نحط؟ نحط كلمه نو. يعني حطيت لهنا بصح رو ماركي ولا هنا، علاش حطيت لكم انا بوسخوف معناتها نحيت لها الاو؟ علاش؟ باسكو روماركيت باللي الفعل تاعي يبدا بفوايل. ابنائي لي فوايل نعاود نقولها لكم، ا او اي او او و اي غريك بلس لو اش، حليه نشوفو حاله خاصه. داكوغ، دونك اذا شفت باللي الفعل تاعي يبدا بفوايل واش نحط؟ ما نقدرش نحط نو باسكو فوايل مع فوايل ما يتلصقوا، ما يقدروش يكونوا في دونك واحد يخلص بفوايل واحد يبدا بفوايل ونخليهم، لا دونك ما يقدروش بيان سور يتلصقوا. دونك واش راح ندير في بلاص ما ندير نو؟ لا نمحي الاو تاعها وندير ابوستروف. نعاود ونكرر، علاش؟ لان الفعل تاعي ولا الكلمه تاعي اللي بعدها بدات بفوايل. داكوغ، فوايل وفوايل ديروهم في بالكم في راسكم ابنائي بلي يتضاربوا. يلا نشوفوا كذلك، قلنا ادل اللي هو الفاعل نحط ادل هو الاول، ومن بعد يلا ثاني شيء نحط نو، وريت لكم علاش حطيت انا بوستروف. يلا نشوفوا ثالث شيء، فيرب. لو فيرب اين هو الفيرب لهنا ابنائي؟ لو فيرب تاعي سي اوفر يفتح، دونك ثالث شيء نحط لو فيرب تاعي. متفاهمين عليا؟ دونك يلا مع بعض نزيد، واش قالوا لي؟ واحد من هادو سوا با ولا جامي ولا بلو ولا غيان. انا مثلا في الجمله الاولى حطيت لكم با، واش يقول لي كذلك؟ كمليها، كملي بقيه الجمله. يلا نشوف بقيه الجمله، سي سون كارطاب. نشوفوا الجمله تاعنا كيفاش ولات. ادل نوفر با سون كارطاب، عادل لا يفتح محفظته. شفتوا كيفاش نحولوا جمله ايجابيه الى جمله سلبيه بخطوات جد بسيطه. يلا نشوفوا كذلك الجمله الثانيه، قلنا نشوفوا جمله بجمله. قالت لنا الجمله نو سوم فاتيغي، نحن متعبون. يلا كيفاش نقول نحاول نحولها باش نقول نحن لسنا متعبون؟ قال لي سوجي، نحط لو سوجي هو الاول، دونك ما نبدلوش نحطو كيما راه. قالت لي في القاعده نحط نو، نحط نو. وعلاش لا انا حطيت نو؟ لان الكلمه اللي بعدها ما راحش تبدا بفوايل، الاس ماشي فوايل، دونك نقدر نحط نو. اللي بعده واش قالت لي في الثالثه؟ القاعده واش قالت لي؟ قالت لي نحط لو فيرب. يلا نشوف لو فيرب لهنا ابنائي، حذاري لي زوكسيليير اترو افور سي دي فيرب، خاصك تقدروا تقولوا فيرب. دونك لهنا سوم، نعرفوا باللي سوم هي لو فيرب ولا لوكسيليير اتر مع لو برونوم بيرسونيل نو. دونك لهنا حطيت لو فيرب تاعي مور نو.
يلا هنشوف وش قاتلي الرابعة. نحط وحدة من هادو، حذاري ما نحطهمش كاع. مثلا انا اخترت جامي، وخامس خطوة نحط بقية الجملة تاعي اللي هو نسمي اون فرونسي لو كومبليمون. نشوفوا الجملة تاعي كيفاش ولات. نو سوم فاتيغي ولات نو نو سوم با فاتيغي، نحن لسنا متعبون. داكوغ ابنائي، لاحظتوا باللي القاعدة تاعكم هذه تنجحكم ان شاء الله في لافراز نيجاتيف، في لافراز نيجاتيف بيان سور. دونك نشوفوا ثالث جملة تقول tu as mal aux dents. دونك واش عندك انت؟ عندك الم في الاسنان. يلا نشوفوا مع بعض القاعدة وتش تقول لي. عاودي كتبي لي سوجي، كتبت لي سوجي، حطي ن. دونك لهنا ما قدرتش نحط ن، حطيت انا بوستروف. نعاود علاش؟ لان جا موراها فوايل، فوايل مع فوايل يضربوا. داكوغ، قالوا لي ثالث شيء نحطوا لو فيرب. حذاري لهنا ابنائي، هذا هو لو فيرب تاعنا ماشي مال. قلنا لوكسيليير اتر او افور سون دي فيرب. دونك مادام عفسه نقدر نكونجوغيها عرفوا باللي فيرب. كيما لهنا ا، لو فيرب افوار مع تو نكتبوه ا اس. داكوغ، دونك الفيرب تاعنا هو افوار اللي هي ا. مثلا لهنا استعملت بلو، قالوا لي استعملي وحده من هذا الربعه، استعملت بلو. ونكمل لو كومبليمون تاعنا اللي هي بقيه الجمله. دونك tu as mal aux dents، واش ولات؟ tu n'as plus mal aux dents. ما ولاش عندك بلو، معناتها ما ولاش، خلاص سي بون. دونك ما ولاش عندك الم في الاسنان. داكوغ ابنائي، يلا نشوفوا لا فراز الاخيره ابنائي مع بعض. نشوفوا الجمله الاخيره اللي شويه بالك تكون صعيبه عليكم، بصح راح نفهمها لكم. دونك الجمله الاخيره تقول لو فاكتور ايت اريفي، معناتها ساعي البريد قادم. واش كيفاش نحولوها؟ قالوا لي حطي الاولى لو سوجي، دونك الفاكتور هو لو سوجي تاعي. قالوا لي ثاني شيء نحط نو، ما نقدرش نحط نو، لازم نحط انا باسكوب باسكو موراها وجاي فوايا. دونك نحط انا بوستروف اللي هي نو. ثالث شيء نحط لو فيرب. حذاري ابنائي، لو فيرب تاعنا لهنا سي باسي كومبوزي. عبالي نتوما مازال ما قريتوش الباسي كومبوزي، بصح راح نوريكم. باسي كومبوزي راح يكون هو فيرب اتر او بريزون بلس فيرب واحد اخر اللي حتشوفوه، اللي هو هذا فيرب بروميير جروب، حذفنا له الاو ار وزدنا له اي اكسون، باردون او اكسون اللي تقرا اي. داكوغ، دونك ابنائي لاحظوا كي تكون الفيرب يكون عندي لو فيرب اتر او بريزون ويكون موراه كلمه تخلص باي، اعرفوا باللي هذا لو باسي كومبوزي. دونك هذا قاعيتك ابنائي فيرب، هذا قاعيتك يمشي مع بعضه، ما نقدرش نسيباريهم. متفاهمين ابنائي؟ يا صح مازال ما قريتوش لو باسي كومبوزي، ان شاء الله حتى العام الجاي. مي هذه ملاحظه خفيفه باش خطر اخرى ما تغلطوش فيها. دونك نعاود اتر، كي تشوفوا لو فيرب اتر او بريزون ماشي غير اي، لو فيرب اتر قاعدك مع لي برونون بيرسونيل، ومن بعد تشوفوا موراه فيرب يخلص باي وبيان سور يكون فيرب، اعرفوا باللي عندنا لو باسي كومبوزي بيان سور يمشوا في الزوج كيف كيف، ما نقدرش نسيباريهم. دونك لو فيرب تاعنا حطيته، واش بقى لي؟ قالي مثلا نحط با جامي ريان بلو الى غير ذلك. انا خيرت لكم جامي. يلا نشوفوا لا فراز اللي كانت لو فاكتور ايت اريفي كيفاش ولات. لو فاكتور نيت اريفي جامي، دونك الفاكتور جامي جا. داكوغ ابنائي، فقط ملاحظه واش راكم تلاحظوا باللي ما عندناش كومبليمون، ما عندناش كومبليمون ما نحطوش. داكوغ حذاري، عندكم هذه القاعده امشوا عليها، تمشوا على هذه القاعده 100% لي فراز تاعكم راح ديروهم صحاح ان شاء الله ابنائي. تكونوا فهمتوا مام الاولياء ان شاء الله لهم يتابعوا معنا يكونوا فهموا هكذا، باش نقدر ان شاء الله نزيد لكم دروس بيان سور لكم تقراوها في الفصل الاول، واللي تصيبوها كذلك في الفصل في اختباراتكم وفروضكم للفصل الاول. كذلك ابنائي ملاحظه، تبعوني راني دائما نحط لكم دي سوجي تاع فرونسي مات وعربيه باش نحضركم الفروض تاع الفصل الاول واختبارات الفصل الاول، وان شاء الله ربي يدحيانا للفصل الثاني وحتى لشهاده التعليم الابتدائي اللي ان شاء الله ربي ينجحكم كاع فيها وتفرحوا والديكم. وكما نقول لكم كالعاده، ما فهمتوش اي سؤال استفسار ولا تمرين خلوه لي في لي كومونتير ونجاوب عليه في اقرب وقت، وان شاء الله ربي ينجحكم يا ابنائي.